الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اسمي فاضل محمد الحسين، من مهجري مدينة دير الزور، مقيم الآن في مدينة الباب. أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالانتماء إلى معهد أحمد بن حنبل المنضوي تحت جمعية عثمان بن عفان رضي الله عنه لتعليم القرآن الكريم. وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بعد عام من التعب بالحصول على إجازة عاصم وابن عامر على يد الشيخ محمود الناصر حفظه الله. الحمد لله الذي وفقنا لهذا الخير، والحمد لله الذي أكرمنا بهذه النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحفظ حجة لنا لا علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير حالنا من هذا الحال إلى أحسن حال. لا يسعنا إلا أن نشكر جمعية عثمان على جهودها وعلى اهتمامها، وخاصة في الشمال السوري لما قدمته من دعم مادي ومعنوي، لهم جزيل الشكر منا إدارة وداعمين ومشرفين ومعلمين، جزاهم الله عنا كل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا ويكرمنا جميعا بانتصار الثورة السورية المباركة ودحر العدوان. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أولاؤنا في المساجد، ولا ننسى شكر المانحين والداعمين من أفراد هذه الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، معكم إسماعيل عطية سويلة، المدير الإداري لجمعية عثمان لتعليم القرآن الكريم. بفضل الله سبحانه وتعالى تم اليوم في مدينة الباب تكريم 161 حافظ وحافظة، بينهم 38 مجاز ومجازة في كتاب الله بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بفضل الله، بعد جهد طويل عام كامل، تم تكريم هذا العدد الطيب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل المبارك في صحيفة الداعمين والمانحين، وفي صحيفة المسؤولين والمشرفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.